ماذا تعرف عن ليبيا؟ تعرف ليبيا بالإنجليزية ليبيا بأنها دولة إفريقية تقع ضمن الساحل الشمالي لقارة إفريقيا، وتعتبر رابع أكبر دولة في إفريقيا، يحدها كل من البحر الأبيض المتوسط ومصر والسودان، تشاد، النيجر، الجزائر وتونس. تقسم ليبيا تاريخيا إلى 3 مناطق، هي طرابلس في الجهة الشمالية الغربية، وبرقة في الشمال في الشرق، وفزان في الجنوب الغربي، وتعتبر مدينة بنغازي من أكبر المدن في ليبيا. طرابلس، مدينة طرابلس هي عاصمة ليبيا، والتي يطلق عليها أيضا مسمى طرابلس الغرب، العاصمة الرسمية والوطنية لليبيا. وكانت مدينة طرابلس معروفة منذ العصور القديمة، وأطلق عليها مسمى تريبوليس. أما تأسيسها يعود إلى عصر الفينيقيين، عندما سيطروا على أجزاء من أراضي دول شمال إفريقيا، لكنها تعرضت للغزو أكثر من مرة، إذ سيطر عليها كل من الرومان والبيزنطيين في الفترة التي احتلوا فيها مدينتي لبدا ومصراتة. وكانت طرابلس في تلك الفترة تشهد اهتماما ملحوظا، ساهم في نقلها من مجرد مدينة عادية إلى مدينة مهمة. وعندما وصل العرب المسلمون إلى طرابلس، ساهموا في تطورها بكافة المجالات العامة. تقسم مدينة طرابلس إلى مجموعة من المناطق والأحياء القديمة، كما تحتوي على العديد من الآثار التاريخية، منها القلعة الإسبانية التي تعود إلى القرن 16 للميلاد، في الفترة التي كانت فيها المدينة تتبع للاحتلال الإسباني. ويحتوي الحي القديم في طرابلس على قوس النصر الروماني والعديد من المعالم العربية الإسلامية، وتحديدا المساجد المتنوعة التي ساهمت في عكس الهوية الدينية الخاصة في مدينة طرابلس، وخصوصا عندما أصبحت المدن المحيطة بها ضمن حكم المسلمين لمنطقة شمال إفريقيا. تشير الدلائل التاريخية إلى أن ليبيا كانت مأهولة بالسكان منذ حوالي 30,000 سنة. وعندما وصلت القبائل البربرية إلى مناطق شمال إفريقيا، استقر الكثير منهم في أرض مدينة طرابلس، والتي كان الرومان قد أسسوا فيها حضارة مهمة في ذلك الوقت. وأثناء حكمهم شهدت ليبيا ازدهارا كبيرا في العديد من المجالات، وقد حرص الرومان على تعزيز الخطوط التجارية مع المناطق المحيطة بهم. وفي سنة 647 ميلادي وصلت الجيوش العربية المسلمة إلى ليبيا، وتم ضمها إلى الدولة العباسية في سنة 750 ميلادي. وقد ساهم العباسيون في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، وفي القرن 16 للميلاد شهدت مركزية في إدارتها، وتطورت في أرضها العديد من الصناعات المتنوعة، مما أدى إلى ازدهار مجتمعها. في سنة 1500 ميلادي وصلت القوات العثمانية إلى ليبيا، وتم تقسيمها إلى 3 أقسام، وهي تونس، طرابلس، والجزائر. في سنة 1911 احتلت القوات الإيطالية الأراضي الليبية، واستمر هذا الاحتلال لمدة 33 سنة. وفي سنة 1951 أعلن عن استقلال ليبيا، وأصبح اسمها المملكة الليبية. وفي سنة 1969 انتهى الحكم الملكي، وأصبحت ليبيا جمهورية. أما في سنة 1977 تحولت إلى الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. وفي سنة 2011 قامت ثورة في ليبيا أدت إلى عودتها مجددا لتصبح جمهورية. تصل المساحة الجغرافية الإجمالية لليبيا إلى حوالي 1,700,000 كيلومتر مربع، وتغطي الأراضي الصحراوية مساحة 95% من مساحة ليبيا، ويطلق على هذه الأراضي مسمى الصحراء الكبرى. كما تحتوي على مجموعة من الواحات المائية التي تشكل جزءا من المسطحات المائية المحيطة بها، كما تعتبر منطقة الساحل البحري للبحر الأبيض المتوسط من المناطق التي تشكل ازدهارا زراعيا وعمرانيا، وتغطي الرمال العديد من الأراضي الداخلية في ليبيا. تتميز أراضيها بأنها مرتفعة تدريجيا، والتي تبدأ من جهة الشمال وتنتهي في جهة الجنوب، حتى الوصول إلى أعلى قمة في ليبيا المسمات بقمة بيتي. يصل ارتفاعها إلى أكثر من 2200 متر فوق سطح البحر، أما موقعها فهو مرتبط مع المنطقة الجنوبية الشرقية الليبية. يعتبر مناخها متباين من حيث درجات الحرارة، وخصوصا عند ارتفاع وانخفاض الحرارة في المناطق الليبية المختلفة، إذ يصل متوسط درجات الحرارة عموما وفقا لمعدلها العام إلى 38 درجة مئوية. أما ليلا تصبح حالة الطقس أكثر برودة، وتصل درجات الحرارة تقريبا إلى 10 درجات مئوية. أما معدل الأمطار سنويا يصل إلى 5 سنتيمتر، ويعيش غالبية السكان في المناطق الساحلية لأنها تتميز بأراضيها المناسبة للزراعة. يصل العدد التقديري لسكان ليبيا إلى
أكثر من 6.5 مليون نسمة، ويشكل السكان من أصول عربية وبربرية نسبة 97%، أما النسبة المتبقية 3% فهي موزعة على المهاجرين من الأعراق المختلفة مثل اليونانيين، المصريين، الإيطاليين والتونسيين وغيرهم. وتعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية في ليبيا، كما تستخدم مجموعة من اللغات الأخرى وهي اللغة الإيطالية والإنجليزية. ويستخدم بعض السكان من أصول بربرية اللغات التقليدية الخاصة بهم. يحافظ القانون الليبي على تطبيق مجموعة من التشريعات القانونية التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير الحقوق الاجتماعية للمواطنين والموظفين، والتي تشمل الحصول على الرعاية الطبية وتخصيص مبالغ مالية بدلا عن التقاعد والمرض والوفاة والعجز عن العمل. يعتمد قطاع الاقتصاد في ليبيا على التجارة الخارجية بشكل كبير، وخصوصا على تصدير الغاز والنفط. وفي سنة 2015 شهد قطاع الاقتصاد في ليبيا تراجعا ملحوظا بسبب الحرب الأهلية التي أثرت على الاقتصاد الليبي، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج النفطي، كما تأثر الناتج المحلي بسبب مواصلة المصرف المركزي في ليبيا صرف النقود، ونتج عن ذلك الإصابة بعجز مالي بنسبة 50%. أما الناتج المحلي الإجمالي التقديري لسنة 2015 وصل إلى أكثر من 38 مليار دولار.